كرامة منسية وعدالة لم تتحقق بعد. سنة سابعة تمر على ذكرى جمعة الكرامة، الجمعة التي مثلت ضربة قاضية لنظام صالح، لكنها أيضا أضحت نموذجا لغياب العدالة في عالم محلي وإقليمي ودولي يتفرج على الضحايا ويحصن المجرمين من العقاب. ففي 18 من مارس 2011 سقط العشرات من ثوار فبراير السلميين ضحايا وابل رصاص نظام صالح على ساحة التغيير بصنعاء. كان مشهدا عصيا على الفهم، صدور عارية تواجه قتلة وقناصين محترفين وتقبض بشجاعة على البعض منهم. ذهب ملف ضحايا الكرامة إلى النيابة العامة للتحقيق مع صالح وأحد عشر من رموز نظامه، لكن النائب العام الموالي لصالح نجح حينها في تقييد القضية ضد مجهول. عناصر مسلحة داخل هذه المخيمات هي التي قامت بإطلاق النار. المجهول ذاته هو المعلوم صالح الذي حصنته المبادرة الخليجية من العقاب، وتم تحويل المجزرة عمدا إلى ملف سياسي تم من خلاله ابتزاز الضحايا بوعد العدالة الانتقالية. كان الحوار الوطني الذي افتتح في ذكرى تاريخ المجزرة مدخلا لصياغة مواد العدالة للضحايا، لكن العدالة الانتقالية سرعان ما تحولت لصراع سياسي داخل حكومة التوافق. واستطاع مؤتمر المخلوع صالح تمرير مشروع نجح عمليا في إلغاء العدالة الانتقالية. ظهرت العدالة الانتقالية في العالم كحل حقوقي يضمن المصالحة الوطنية التي تحفظ حقوق الضحايا في مقابل عزل المتهمين بارتكاب جرائم سياسية من ممارسة السياسة وأمور الدولة. لكن العدالة في اليمن حمت القتلة من العقاب ومنحتهم حق ممارسة السياسة، وبعد سبع سنوات على مجزرة الكرامة ما زال القتلة طلقاء يبحثون كل يوم عن ضحايا جدد لجريمة أخرى، بينما تحولت الكرامة إلى ذكرى باحثة عن الإنصاف.